بسم الله الرحمن الرحيم، مع الحلقة الثانية من مراجعة دروس الإمسات للاختبار القياسي للصف الثاني عشر. نبدأ على بركة الله، نبدأ مع بعض في جزئية مهمة جدا تحت اسم تذكر أن أو remember that. إيه هي الجزئية دي؟ أنا لو عندي دالة f of x يساوي a sin bx زائد c زائد d، f of x يساوي a cosine bx زائد c زائد d. بيطلب مني في الامتحان أكثر من جزئية، بيطلب مننا ممكن إزاحة الطور أو السعة، أو بيطلب مني بعض الأحيان الدورة والتردد والإزاحة الرأسية. نخلي بالنا أنا هنا كاتب الساين مع الكوساين، فتعال نشوف. يبقى إذن القاعدة اللي أنا هقولها هنا تمشي مع الدالة اللي هي مع الساين أو الكوساين، ولكن نخلي بالنا في اختلاف بسيط مع مين؟ مع التاء. اولا بالنسبه للامبليتيود او السعه الخاصه بالساين والكوساين، هي عباره عن معامل الساين او معامل الكوساين، بس دايما بناخده بها بالقيمه المطلقه، لان دايما السعه بدوها دايما بالموجب. اما بالنسبه للدوره، احنا عارفين دوره الساين العاديه ساين اكس دورتها 2 باي، وبالتالي دوره الداله اللي عندي اف اوف اكس يساوي اي ساين بي اكس سي زائد دي، نفس الكلام للكوساين، هتبقى عندنا 2 باي على الابسوليوت فاليو الخاصه بمين؟ بمعامل الاكس. اما بالنسبه للتردد، ما هو الا عباره عن مقلوب مين؟ مقلوب الدوره، يبقى 1 اوفر بيريود، او اقدر اقلب الكسر اللي عندي، يبقى عندنا الابسوليوت الخاص بالبي على 2 باي. اما بالنسبه لازاحه الطور، عباره عن سالب بي سالب سي على مين؟ على بي. وممكن هنا اجيبها بطريقه تانية، وشويه ممكن اجيبها من غير حفظ قاعده ولا حاجه، ان دايما باخد اللي جوه القوس هنا كده، اللي هي عباره عن البي اكس زائد السي، اسويها بالصفر، ارحل باشاره مخالفه، يعني البي اكس يساوي سالب سي، وبالتالي هنا الاكس احصلها كام؟ سالب سي على مين؟ على بي. وانا كده جبت مين؟ ازاحه الطور. وبالتالي نقدر نحفظ القاعده سالب سي على بي، او انا خايف اغلط من الاشارات ممكن احلها بهذه الطريقه، وبالتالي كده حصلنا على ازاحه الطول. اما بالنسبه للازاحه الراسيه، فهي عباره عن المقدار الثابت اللي هو مع مين؟ اللي في الداله عندي، اللي هو الحد المطلق الموجود عندي في الداله. اما اذا كانت الداله اللي عندي عباره عن اف اوف اكس يساوي ا تان بي اكس زائد سي زائد دي، في الحالة نخلي بالنا هنا ان بالنسبة للامبليتيود اللي هو السعة، لا توجد سعة للدالة مين؟ للدالة تان. اما بالنسبة للدورة اللي هو البريود، عبارة عن ايه؟ هتبقى عندنا شباب، هتبقى باي على عبارة عن الابسوليوت فاليو اوف بي، وفي نفس الوقت التردد اللي هو الفريكونسي عبارة عن هيبقى ابسوليوت اوف بي على مين؟ على الباي. اما بالنسبه للفيرتيكال شيفت وازاحه الطور، هي نفس القاعده، ما فيش اي تغيير فيها. دي بالنسبه مين؟ بالنسبه لهذه الجزئيه. نيجي نشوف مثال على هذا الكلام. بيقول لي اوجد السعه، الدوره، التردد، وازاحه الطور، والازاحه الراسيه. يبقى طالب كل شيء. فاذا مثلا اول حاجه عايز السعه، اللي هي مين السعه؟ اللي هي الامبليتيود. يبقى اذا عندنا السعه اللي هي عباره عن الاي، دايما ناخدها الابسوليوت فاليو، نخلي بالنا ناخدها قيمه مطلقه دايما، لان الساعه دايما بها بالموجب، وبالتالي ابسوليوت فاليو للثلاث اللي عباره عن مين؟ على الثلاث. يبقى دي عباره عن مين؟ عباره عن الساعه او الامبليتيود. نيجي بقى للدوره البيريود. البيريود عباره عن كام؟ البيريود عباره عن، احنا قلنا عباره عن ايه؟ دايما طالما ساين او كوساين، يبقى اقول له 2 باي، اقسمها على مين؟ على معامل الاكس او معامل الثيتا الموجوده عندي، وبالتالي اقسمها على 2. يبقى اذا الدوره اللي عندنا بكام؟ 1 باي، ودي عباره عن مين؟ الدوره الخاصه بهذه الداله. ازاحه الطول، قلنا ازاحه الطول ممكن اجيبها بطريقتين. اي لو حافظ القانون اكتب على طول، مش حافظ القانون هكتبها كده 2x ماينس او ناقص باي يساوي 0، وبالتالي رحل الباي باشاره مخالفه يبقى موجب باي، واقسم على 2، احصل ازاحه الطول عندنا كام؟ بباي على مين؟ على 2. اما بالنسبه للازاحه الراسيه اللي هي الفيرتيكال شيفت، عباره عن مين؟ عباره عن اخر رقم اللي عندنا هنا. طبعا ممكن يجيبوا لنا في البدايه، خلي بالنا على اساس ما نغلطش في جزئيه زي كده. وبالتالي عندنا الدي عباره عن مين؟ عباره عن الاربعه، اللي هي الازاحه مين؟ الازاحه الراسيه، او بنسميها الفيرتيكال شيفت. يبقى دي بالنسبه مين؟ بالنسبه لمثال بالطريقه دي. لو انت عارف القواعد هتلاقي نفسك بتحل المساله بكل سهوله. تعال بقى نشوف مثال اخر مع بعض. مثال اخر بيقول لي هنا، بيقول لي ما هي دوره الداله الادنى، ورسم وجد لي مساله بالطريقه دي. يبقى هنا عايز مني بس فقط الدوره فقط لا غير. طبعا عندي ساين،
يبقى إذا دورة الساين عبارة عن كم؟ تعال نشوف، هقول له عندي البريود عبارة عن طالما ساين يبقى 2 باي على مطلق البي، مين هي البي؟ اللي هي معامل الإكس، طب معامل الإكس هنا عبارة عن كم؟ عبارة عن 3 على 2، يعني أقول له 2 باي أقسمها على 3 على 2، طبعا بالآلة الحاسبة ممكن تحسبها أو ممكن أقول 2، طبعا مقام المقام ببص، وبالتالي هيبقى عندنا 4 باي على مين؟ على 3، وبالتالي الإجابات الصحيحة الإجابات موجودة عندها، يبقى الإجابة الصحيحة رقم مين؟ رقم سي. فإذا دي دورة مين؟ الصين. طيب سؤال آخر من الأسئلة برضو البسيطة، هذا بيجيب لي ممكن رسم بالطريقة دي ويقول لي إيه؟ أوجد الدورة. الدورة هنا معناها الفترة اللي فيها المعدل اللي عندي بتكرر نفسها، وبالتالي لو أنا بدأت عند الصفر مثلا هنا بالطريقة دي كده، هلاحظ إن هو بدأ بالصفر وصل عندنا 360، عمل نصف دورة تقريبا، وبالتالي هيكمل هنا رجع لمين؟ عندنا عند الصفر من عند كام؟ عند 28، وبدأ يكرر نفسه مرة ثانية. يبقى إذا هذه هي الفترة التي تكرر الدالة نفسها، هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 720 درجة، وبالتالي عند البريود أو الدورة عبارة عن كام عندنا؟ عبارة عن 720 درجة، وتبقى المسألة خلصت. فإذا قواعد بسيطة لو أنت عارفها كويس هتلاقي الأمور سهلة جدا معاك، وهتلاقي حل التمارين بالطريقة دي بتبقى أسهل بكتير مما تتخيل. قبل ما ناخد الأسئلة في جزئية لازم نراجعها مع بعض، ودي من الأجزاء المهمة وتحصل عليها تمارين في امتحان الإمسات، اللي هي possible triangle given two sides and one opposite angle. يعني عندنا عبارة عن عدد المثلثات اللي أقدر أرسمها إذا أعطاني طول ضلعين وزاوية مقابلة لأحد هذه الأضلاع، يعني أعطيني ضلعين وزاوية مقابلة لأحد هذه الضلعين، طب كيف أحسبها أو كيف أعرف عدد المثلثات الموجودة عندي اللي أنا ممكن أرسمها؟ أولا هنقسم الزاوية الموجودة عندي إلى نوعين، الزاوية اللي أعطاني الأوبوزيت أنجل هقسمها إلى نوعين، إما زاوية حادة أو زاوية زاوية منفرجة. فأول حاجة تعالى نشوف لو كانت عندي الزاوية A مثلا وليكن زاوية حادة، أنا عندي هو هنا في المسألة أعطيني ضلعين A و B والزاوية A، بس خلي بالي إن أنا عندي هنا A P زاوية A معناها إيه؟ معناها إن أنا لو رسمت مثلث بالطريقة كده أخلي بالي منها كويس، إن أنا لو قلت هنا الزاوية A وهذه زاوية B وزاوية C، يبقى إذا الضلع المقابل للزاوية A اللي هو A سمول، الضلع المقابل للزاوية B اللي هو B سمول، نخلي بالنا من هذه. طب اذا كانت الزاويه اللي عندي زاويه حاده ايه اللي بنعمله؟ اول حاجه احنا بنحسب البي ساين اي، يعني اضرب البي في ساين الزاويه اي وشوف هتطلع كام معي، وبعد كده ببدا اقارن او استخدم القواعد اللي عندي. فبيقول لي اذا كانت الاي قيمه الاي اقل من قيمه البي ساين اي اللي انا جبتها، فبالتالي هيبقى نو سوليوشن، يعني لا يوجد حل او لا يمكن رسم اي مثلث، لا يمكن رسم اي مثلث لانها تبقى بالمنظر ده. هتلاحظ ان الضلع قصير على انه يوصل للنقطه الثالثه او الراس الثالث الخاص بمين؟ بهذا، لان لو انا رسمت بالطريقه انا عندي بي ساين اي هي عباره عن ارتفاع، وهيبقى عندنا الضلع الثاني اللي هو الاي عباره عن ايه في الحاله دي؟ هيبقى في الحاله دي هيبقى الوتر، ولا يمكن يكون الوتر اقل من مين؟ من الضلع القائم. وبالتالي في الحالة دي إذا كانت الـ A أقل من قيمة B sin A اللي أنا حسبتها، أعرف على طول إن النو سوليوشن، يعني لا يمكن رسم أي مثلث، لا يمكن رسم أي مثلث. الحالة الثانية لو أنا حصلت الـ A هي نفسها الـ B sin A، يعني حسبت الـ B sin A طلعت بثلاث وهو أعطيني مثلا الـ A يساوي ثلاث، وفي الحالة دي أقول إن عندي one solution، وفي الحالة دي هيبقى عندنا عبارة عن مثلث قائم الزاوية، عبارة عن مثلث قائم الزاوية. هذه الحالة الثانية. طيب أنا عندي درسنا الحالة إن A أقل من B sin A و A يساوي B sin A. إذا كانت عندنا قيمة ال B الضلع اللي هو ال B أكبر من ال A وفي نفس الوقت ال A أكبر من B sin A، في الحالة دي بيبقى عندنا two solution أو حلين أو أقدر أرسم مثلثين. إيه نوع المثلثين دول؟ إما المثلث المنفرج الزاوية أو مثلث حاد الزاوية. يبقى أنا عندي نوعين من المثلثات في الحالة دي، إذا كانت البي أكبر من الأي أكبر من البي ساين إيه اللي أنا حسبتها، أعرف على طول إن أنا عندي مثلثين أحدهما منفرج الزاوية والآخر مثلث حاد الزوايا. نيجي للشرط الثالث الرابع والأخير أو القاعدة الأخيرة مع الأكيوت أنجل أو إذا كان عندي زاوية حادة، فبقول لي إذا كانت الأي أكبر من البي، يعني بمجرد ما أحصل الزاوية أي زاوية حادة وعندنا كمان الـ A مباشرة قيمتها أكبر من الـ B، يبقى إذا حصلت من القاعدة الأخيرة بدون حساب الـ B sin A. في الحالة دي هيبقى عندنا كام يا شباب؟ هيبقى عندنا حل واحد فقط وهو مثلث منفرج الزاوية. يبقى نخلي بالنا هنا دي هيبقى عندنا مثلث منفرج الزاوية أو Obtuse Angle، أما هنا هيبقى عندنا واحد حاد
والثاني مين منفرج الزاوية. فنخلي بالنا كويس من الجزئية دي. الكلام ده في حالة إذا كانت عندي الزاوية اللي عطيهاني اللي أوبزيت أنجل أو الزاوية المقابلة لأحد الضلعين اللي هو مدهم لي في السؤال عبارة عن زاوية حادة. طب إذا كانت الزاوية اللي عندي زاوية ما زاوية منفرجة رايت أو أوبتيوس، إذا كانت زاوية قائمة أو إذا كانت أوبتيوس أنجل، إذا كانت زاوية منفرجة أو زاوية زاوية قائمة، إيه اللي بيحصل عندي؟ نفس الكلام إذا كانت الـ A أقل من أو يساوي الـ B. في الحالة دي إذا كان عندي زاوية منفرجة وأعطاني الـ A أقل من أو يساوي الـ B، في الحالة دي أعرف أن هنا في ما لا يوجد حلول لهذه المسألة، وبالتالي لا يمكن رسم أي مثلث. أما إذا كانت الـ A أكبر من الـ B وعندنا الزاوية A زاوية منفرجة أو زاوية قائمة، في الحالة دي يبقى عندنا one solution، وبالتالي هيبقى بالمنظر اللي قدامنا كده المثلث. ادي كده بالنسبة للحالات المختلفة لهذه الجزء A يساوي 4 والB بكذا. طبعا وعندنا هنا نلاحظ ان الA ليست اكبر من مين؟ من الB، ولكن الA اقل من الB، وبالتالي لازم امشي خطوات اللي احنا قلنا عليها. ايه الخطوات الموجودة عندي؟ ان انا بحسب الاول ان انا عندي اجيب B ساين الزاوية A، وبالتالي انا عندي الB عبارة عن 5 ساين الزاوية A اللي هي كام عندنا؟ 62 درجة. طيب ساين 62 درجة يعني دي هتستخدم لها الآلة حاسبة طبعا على وضع الدجري، نخلي بالنا وننسى لابد ان يكون الآلة حاسبة على وضع الدجري لان عندي الزاوية بالدرجات، وبالتالي احصل عند القيمة اللي عندي عبارة عن 4.41 من مين. طيب انا عندي هنا القاعدة عندي عبارة عن 4.41 من 100، وبالتالي في الحالة دي عندنا الاحظ ان انا عندي الـ A اقل من البي ساين مين؟ ساين الـ A، لأن أنا عندي البي هنا بكام؟ عندنا 4، والأربعة أقل من 4.4. طيب إذا دي الحالة الأولى اللي عندنا، وبالتالي هنا أقول له كده نو سوليوشن، وطالما نو سوليوشن يبقى معناها لا يمكن رسم أي مثلث، وبالتالي المفروض نختار الإجابة أني فيهم يا شباب اللي هي رقم D، لا يمكن رسم بناء أي مثلث. هاي بالنسبة مين؟ بالنسبة للطريقة. طبعا في طرق تانية ممكن تعملها، ممكن أنا عندي ضلعين وزاوية معروفة مقابلة لها، فممكن أستخدم قاعدة الجيب اللي هي قاعدة الساين، ساين مثلا A على A تساوي كوساين B على B، وببدأ أجيب الزوايا وأعرف الحالات الموجودة عندي. بس طبعا دي حل طويل ممكن ناخد معاك وقت في الامتحان. أما لو أنت عارف الحالات اللي قدامنا دي اللي احنا قلنا عليها، هتلاقي السؤال سهل جدا وبسيط، ومش هياخد معاك أقل يعني مش هياخد معاك ثواني، فنخلي بالنا كويس. تعال نشوف مثال آخر على النوايا دي. سؤال آخر بيقول لي إذا كانت الـ A أكبر من 6، إذا كانت الـ A يساوي 6 والـ B 7 والزاوية A بـ2.3، يبقى ما زلنا عندنا هنا الحالة عندنا إن أنا عندي الزاوية مين؟ زاوية حاد. طب هل الـ A أكبر من الـ B؟ لا، يبقى إذن لابد من حساب مين؟ لابد من حساب إن الـ B ساين مين؟ ساين A. طب الـ B ساين A عبارة عن مين؟ يبقى عندنا عبارة عن 7. الساين الزاوية A عبارة عن مين؟ عبارة عن 32. وبالتالي استخدم الآلة الحاسبة، ونخلي بالنا وضع الآلة الحاسبة لابد يكون على وضع الدقيق بسبب وجود زاوية بالدرجات، وبالتالي عندنا لو احنا حسبنا الكلام ده هحصلها قيمة اللي عندي عبارة عن كام؟ عبارة عن 3.7. ألاحظ ايه؟ ألاحظ ان انا عندي قيمة الـ B أكبر من قيمة الـ A، وفي نفس الوقت قيمة الـ A أكبر من مين؟ من قيمة الساين الـ B ساين مين؟ ساين A، وبالتالي دي الحالة الثالثة اللي كانت معانا في الـ acute angle، وبالتالي أنا هنا عندي يبقى كام؟ عندي two solution. طب ايه هم التو سوليوشن في الحاله دي؟ انا ممكن يحدد لك في الاجابات، ممكن يقول لك ما يحددش نوعهم ايه. هنا طبعا لازم اعرفهم برضو احسن، ان انا عندي التو سوليوشن عباره عن اما acute تريانجل او اللي هو عباره عن اوبتيوس تريانجل. طبعا ده يبقى عندنا منفرج الزاويه ودي حاد الزوايا، حاد الزاويه، وبالتالي هيبقى عندنا حلين او اقدر ارسم مثلثين، وبالتالي الاجابه الصحيحه هي رقم سي. هذا بالنسبة لمين؟ فكرة بسيطة عن كيف أعرف عدد المثلثات باستخدام ضلعين وزاوية مقابلة لأحد هذين الضلعين. تعال بقى نشوف سؤال آخر من نوعية أخرى. نيجي بقى ليه سؤال قدامنا، بيقول لي في الشكل الأدنى عندنا الشكل الرباعي اللي هو MATH، هو عملها لي على كلمة math يعني كلمة رياضيات MATH.
عمل ايه؟ بيقول لي هنا فيها الضلع، الضلع اللي عندي اللي هو ام اتش بكام؟ اللي عندي بستة، 6 سنت. الضلع الثاني اللي هو الجي بي عبارة عن 4.6. الضلع الثالث اللي هو اتش تي عبارة عن كام؟ عبارة عن 15. بيقول لي ما هي مساحة المضلع اللي هو الملون باللون الأخضر ده، اللي هو مين عبارة عن مين؟ عبارة عن ام بي اي تي اتش. يبقى أنا عايز مساحة الجزء المظلل باللون الأخضر. طبعا هو المساحات ممكن كذا، ممكن نحلها بأكثر من طريقة، ولكن احنا بنحاول نبحث عن طريقة سهلة وبسيطة عشان نقدر نحل بيها وبسرعة في الامتحان. طيب أحل كيف؟ أولا عندنا في البداية إن أنا عندي المستطيل الكبير ده، لو أنا طرحت منه المثلث خلاص يبقى حصلت على القيمة اللي أنا عايزها، وبالتالي لابد من إيجاد مساحة المستطيل اللي هو الريكتانجل عندي. يعني أقدر أقول له مساحة المستطيل اللي هو على اللي هو ام اي تي اتش عبارة عن، كلنا عارفين ان مساحة المستطيل الطول في العرض، يبقى اذا 16 ضرب مين ضرب الخمسة ضرب الخمستاش، وبالتالي يبقى عندنا 6 في 5، يعني يبقى كام عندنا النتيجة؟ 90. راح اجيب مساحة المثلث، يبقى اذا مساحة المثلث عبارة عن مين؟ عبارة عن القاعدة، في القاعدة او طول القاعدة، طول القاعدة ضرب الارتفاع مقسوم على كام؟ على 2. وموجودين عندي القاعدة عندنا كام؟ ايوه. هتقول لي ده مش موجود، لا انا عندي من خواص المستطيل طالما الضلع 15 اتش تي 15 يبقى الضلع ام اي يبقى ايضا كله كام؟ 15. وبالتالي القاعدة عندنا 15 مضروبة في 4.6، 4.6 اقسمها على كام؟ على 2. وبالتالي النتيجة النهائية اللي عندي هتبقى كالتالي 34.5. يبقى اذا مساحة المضلع اللي هو عبارة عن ام بي اي تي اتش عبارة عن اطرح مساحة المستطيل اللي احنا جبناها اللي هي عبارة عن 90، اطرح منها 34.5، وبالتالي احصلها كام؟ 55.5 اللي هي عبارة عن أنا عايز أقرب لأقرب جزء من مين؟ أقرب جزء من 10. وبالتالي كده حصلنا على مين؟ على النتيجة. يبقى إذا المساحة عبارة عن مين؟ عبارة عن 55.5. هذه نوعية من المسائل. طبعا مسألة ممكن أحلها على فكرة في خطوة واحدة، أقول المساحة بيساوي مساحة المستطيل، أقول له 15، يعني ممكن أقول له 15 ضرب 6 ناقص 4.6 ضرب 15 على 2، وبلا حاسبة ممكن أجيبها مرة واحدة وخلاص، ودي تبقى أسرع شوية من الطريقة اللي احنا كتبنا بها حاليا، بس أنا كتبتها بالتفصيل عشان نبقى عارفين الأمور ماشية إزاي. تعال نشوف سؤال آخر من الأسئلة. قبل ما ناخد أسئلة على الجزئية دي، في جزئية مهمة جدا اللي هي عبارة عن النسب المثلثية أو trigonometric function، نخلي بالنا منها لأن ندرد عليها طبعا مسائل كثيرة، وخاصة زي الارتفاع وزي الانخفاض وكلام ده مبني أيضا على مين؟ على النسب المثلثية. فبالتالي عندنا نخلي بالنا أن الساين عبارة عن opposite على hypotenuse، وبالتالي عندنا opposite اللي هو المقابل على وطبعا الادجيسنت هو المجاور، والhypotenuse عبارة عن مين؟ الوتر. وبالتالي انا عايز الساين يبقى مقابل على الوتر، وهكذا بالنسبه للقواعد اللي قدامنا. طبعا ممكن نحفظهم عن طريق الحروف اللي قدامنا دي او الطريقه دي اللي هي سوكاتاوا، معناها الاس معناها الساين، والاو اختصار لكلمه اوبوزيت، والاتش اختصار لكلمه مين؟ هايبوتينيوس. نفس الكلام السي عباره عن اختصار لكلمه كوساين، الاي عباره عن الادجيسنت اللي هو المجاور، والاتش اللي هو عباره عن هايبوتينيوس، وهكذا. التي عباره عن التان، والاو عباره عن قلنا الاوبوزيت، والاي عباره عن مين؟ عباره عن الادجيسنت. طبعا الادجيسنت هو المجاور، الاوبوزيت عباره عن المقابل، هايبوتينس عباره عن مين؟ الوتر، زي ما هو موضح امام حضراتكم. تعال بقى نشوف حاجه تاني، ناخذ مثال بسيط. ويقول لي ايه؟ بيقول لي يمسك ولد بخيط طائره ورقيه. طيب مثلا عندنا ما بالنسبه للاجابات اللي عندنا، وادي الولد ماسك الطائره الورقيه بالشكل اللي قدامنا دي. طول الخيط ده عبارة عن كام؟ عبارة عن 100 قدم. فإذا كان خيط الطائرة يصنع زاوية مع الأرض كام؟ 52 درجة. عايزين ارتفاع هذه الطائرة عن مين؟ عن الأرض. طبعا أنا الرسمة واضحة قدامي إن ده عبارة عن مثلث قائم بالزاوية. طب المهم أنا هستخدم مين؟ هل هستخدم ساين؟ هل هستخدم كوساين؟ هل هستخدم تان؟ ولا مين بالضبط؟ فهنا الموجود أو المعطيات الموجودة عندي في السؤال هي اللي بتحدد لي نوع النسبة المثلثية اللي أنا هستخدمها. أولا أدي عندنا الزاوية اللي هي 52، هذا الضلع اللي هو الارتفاع اللي احنا طالبينه منك عبارة عن مين؟ عبارة عن الأوبوزيت بالنسبة لهذه الزاوية، أو بنسميه المقابل. طب هذا الضلع
اللي هو عبارة عن المقابل للزاوية القائمة، دائما الضلع المقابل للزاوية الوتر القائمة اللي هي بنسميه الوتر أو بنسميه الهايبوتنيوس. أصبح عندي مقابل وعندي وتر، يبقى عندنا O وعندنا مين؟ عندنا H، يبقى إذا دي عبارة عن مين؟ الـ S، يبقى إذا هستخدم مين؟ الصين، وبالتالي صين 52 عبارة عن المقابل اللي هو X أقسمها على كام؟ على 100، وطبعا دي هستخدم عملية ضرب تبادلي لأن دي مقامها واحد، فهعمل عملية ضرب تبادلي أحصل قيمة الـ X يساوي عبارة عن 100 مضروبة في مين؟ في صين 52 درجة، وبالتالي أقدر أستخدم الآلة الحاسبة، بس نخلي بالنا نخلي الآلة الحاسبة أو الآلة الحاسبة تكون على وضع مين؟ على وضع الديجري لأن الزاوية عندنا بالدرجات، وبالتالي الكلام ده بيساوي كام؟ هنا بيساوي عندنا تقريبا عبارة عن 78 فاصل كام؟ 8 من 10. طب هنا انا مش محصل ال 78 فاصل 8، يبقى اشوف اقرب حاجه ليها اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن 79، وكده انا حليت سؤال زي كده بكل سهوله باستخدام النسب المثلثيه او التريجونومتريك فانكشن الموجوده عندنا اللي احنا خبرتكم عليها من شويه. نيجي لجزئيه ثانيه من الاجزاء المهمه اللي هي دائره الوحده. ايه هي دائره الوحده دي؟ نخلي بالنا من دائره الوحده هتدخل معانا في حل كتير مسائل كتيره وليها قواعد كتيره، فخلي بالكم منها. اولا دائره الوحده معناها ايه؟ معناها دائره نصف قطرها يساوي واحد، وبالتالي تتقاطع مع المحاور في النقاط الموضحه امام حضراتكم اللي عندنا محور اكس 1 و0، محور واي 0 و1، الجزء السالب لمحور اكس عند سالب 1 و0، والجزء السالب لمحور واي عند 0 وسالب 1. طيب انا لو اخذت نقطه بصفه عامه على مين؟ على دائره الوحده، هنسميها اكس وواي، وبالتالي نخلي بالنا ان انا لو رسمت القطعه مستقيمه بين هذه النقطه ومركز الدائره دي عباره عن مين؟ عباره عن ايضا نصف قطر للدائره، وبالتالي طوله كام؟ طوله واحد. طيب انا عندي بالنسبه للاكس عباره عن ايه؟ الاكس هنا عباره عن الاكس والواي هي عباره عن مساقط على محور واي ومحور اكس، يبقى اذا القيمه اللي هنا عباره عن قيمتها اللي هي عبارة عن الجزء ده يعتبر قيمة الاكس، وهذه القيمة ايضا هي قيمة مين؟ الواي. وطبعا احنا عندنا هذه المفروض دي زاوية ثيتا مثلا، وانا عندي الزاوية دي طبعا المفروض معروفة انها زاوية ايه؟ زاوية قاع. من الجزئية هذه نقدر نستنتج يعني اشياء كثيرة او اجزاء كثيرة احنا مهمة بالنسبة لنا في الدروس بتاعتنا. اولا انا عندي مثلث قائم الزاوية، تعال نفصل شوية على برا كده ونشوف نعمل فيها. عندنا مثلث بالطريقة دي قائم الزاوية، انا عندي الضلع هذا بواحد وهذه الزاويه قائمه، عندنا الضلع واي والضلع مين؟ عندنا اكس. اول حاجه نقدر نطبق نظريه فيثاغورس عليها، وبالتالي اقدر اقول ان مربع مجموع مربعي الضلعين يساوي مربع الوتر، يعني اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي واحد، ودي قاعده مهمه. يبقى اذا اي نقطه على دائره الوحده مربع الاحداث الثيني او مربع الاكس او قيمه الاكس زائد مربع قيمه الواي بيساوي كام؟ بتساوي واحد، وبالتالي دي من الحياة المهمة جدا نخلي بالنا منه. طيب انا لو انا عندي طالما عندي مثلث انا عندي زاوية هنا اسمها ثيتا، طب تعال نشوف النسب المثلثية بتساوي ايه. طب انا لو حبيت اجيب مثلا ساين ثيتا، ساين ثيتا احنا لسه قايلين انها عبارة عن اوبزيت على الهايبوتنيوس. طب الاوبزيت بالنسبة لنا فين؟ الاوبزيت دايما هتبقى عبارة عن قيمة الواي، والادجيسنت دايما هتبقى عبارة عن قيمة مين؟ الاكس، وبالتالي هتبقى عندنا اوبزيت على هايبوتنيوس يبقى واي على واحد، يبقى هي نفسها قيمة مين؟ الواي. طب افرض انا عايز اجيب مثلا او اوجد قيمة مين؟ الكوساين. الكوساين الثيتا عبارة عن مجاور الادجيسنت على هايبوتنيوس، وبالتالي اكس على كام؟ على واحد، يعني معناها يساوي اكس. طب ايه اللي ملاحظه هنا؟ انا عندي دي اكس ودي واي، وبالتالي استنتج ان اي نقطة على دائرة الوحدة قيمة الاكس تمثل قيمة الكوساين، كوساين الزاوية الموجودة عندي، وقيمة الواي تمثل قيمة مين؟ ساين الزاوية الموجودة عندي هنا. وبالتالي اقدر اعوض في الجزئيه الاولى اللي احنا حصلنا عليها، احصل منها مين؟ احصل منها ان انا عندي كوساين تربيع، لان انا عندي الاكس تربيع، يبقى كوساين تربيع ثيتا زائد الساين تربيع ثيتا تساوي كام؟ بتساوي واحد، ودي من قاعده فيثاغورس مهمه جدا في تمارين كتير. طبعا دي ممكن استخدم اجيب فيها متطابقه ثانيه، لو قسمت على ساين تربيع اجيب متطابقه، ولو قسمت على كوساين تربيع اجيب متطابقه اخرى. طب انا عايز التان مثلا، يبقى احنا عندنا التان ثيتا معروفه، التان عباره عن مين؟ عباره عن ساين ثيتا على كوساين ثيتا، وبالتالي الساين عبارة عن الواي والكوساين عبارة عن مين؟ عبارة عن الاكس، ودي نخلي بالنا منها من الحياة المهمة جدا دائرة الوحدة. طبعا هنستخدمها في حل التمارين، وهنشوف دلوقتي تمرين على هذه النوعية.
تعال بقى نشوف سؤال من الأسئلة اللي جاية على دائرة الوحدة في امتحان أو امتحانات الإمسات السنوات السابقة. فبيقول لي إيه؟ بيقول لي في دائرة الوحدة إذا كانت النقطة اللي عندي اللي هي سالب جذر 7/3 واي تقع في الربع الثاني فأوجد قيمة واي، وبالتالي عندي أربع إجابات موجودة عندي. تعال نشوف نتصرف فيها إزاي. طبعا لو احنا عارفين القاعدة الأساسية من غير رسم ولا حاجة نقدر نحل. طبعا طالما دائرة الوحدة يبقى معروف مربع قيمة y x زائد مربع قيمة y لازم تساوي كام؟ تساوي 1. ولكن يفضل ان احنا نرسم عشان نوضح لنفسنا عشان نقدر نحدد يا ترى الربع اللي تقع فيه الواي دي هل هي قيمة الواي بالموجب ولا قيمتها بالسالب. وبالتالي انا عندي بالطريقة دي هذه دائرة الوحدة، وعندنا النقطة تقع في الربع مين؟ الربع الثاني على دائرة الوحدة. طبعا هنطبق القاعدة اللي احنا عرفناها من شوية، ان انا عندي مربع قيمة x زائد مربع قيمة y للنقطة التي تقع على دائرة الوحدة بتساوي 1، وبالتالي عندنا x تربيع زائد y تربيع تساوي 1، وبالتالي عندنا سالب الجذر 7/3 تربيع زائد ال y تربيع تساوي 1. طبعا جذر 7 تربيع معناها 7/9 زائد y تربيع يساوي 1، رحل بإشارة مخالفة يبقى عندنا y تربيع بتساوي 1 ناقص 7/9. لو طرحناها بالألحاس بقى حصلها 2/2. طب أنا عايز أخذ الجذر التربيع يبقى ال y تساوي، هاخذ الجذر التربيع ترى الموجب ولا السالب؟ هنا بالنسبة للربع الثاني ألاحظ أن ال y قيمتها موجبة وقيمة ال x هي قيمة سالبة، وبالتالي هاخذ الجذر التربيع الموجب ل 2/2. طبعا الاثنين من الجذر يبقى جذر 2، التسعة جذرها 3، وبالتالي قيمة ال y عبارة عن جذر 2/3، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم A. هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة لهذه النوعية من الأسئلة. طيب تعال بقى نشوف سؤال آخر من الأسئلة الموجودة عندنا. بيقول لي إيه؟ في الشكل التالي مثلث ABC زي ما هو موضح أمام حضراتكم، عندنا مثلث قائم الزاوية في الزاوية A، عندنا الضلع AC عبارة عن 4، الضلع AB عبارة عن 6. طب بيقول لي ما هو حجم المجسم الثلاثي؟ طب فين أنا عندي هنا ما فيش ثلاث أبعاد، ولكن بيقول لك ما هو حجم المجسم الثلاثي الأبعاد الناتج من دوران؟ دوران مين؟ دوران المثلث حوالين مين؟ حوالين الضلع اللي هو عندنا مين يا شباب اللي هو AB. أنا عايز أعمل له دوران. طب الدوران هيبقى شكله تقريبا لو أنا حبيت أتخيله هيبقى بالدوران بالمنظر ده. طب أنا لما عملت لي دوران حوالين المستقيم أو الضلع اللي هو AP إيه اللي حصل؟ ناتج عندي إيه؟ ناتج عندي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخروط أو كون. طب حجم المخروط بيساوي إيه؟ عبارة عن مساحة القاعدة، هي حجم المخروط عبارة عن مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع، طبعا أقسم على كام؟ على 3. ألاحظ أن أنا عندي هنا البيز إريا ضرب الهاي ضرب الارتفاع. طيب البيز إريا بكام عندي؟ أنا عايز أجيب البيز إريا. طب المساحة هنا عبارة عن كام؟ يبقى أقدر أقول له هنا البيز، أو ممكن أكتبها كقانون عادي وأكتبها حل عادي. أنا عندي أكتبها كرموز وبعدها أحل. يبقى عندنا البيز إريا عبارة عن، أنا عندي دائرة مساحة الدائرة هي عبارة عن باي آر تربيع مضروب في الهايت اللي هو أسمي إتش على مين؟ على 3، وأبدأ عملية التعويض. طب الباي احنا خلاص خليها باي وانا استخدمها بالآلة حسب. طب عندي الار، الار اللي هي عبارة عن هنا في الحالة دي هيبقى الضلع اللي هو الاي سي اللي هو عبارة عن مين؟ 4، يبقى 4 تربيع مضروب في الهايت هيبقى في الحالة دي اللي هو مين؟ الضلع بي اي اللي احنا عملنا حواليه دوران، وبالتالي يبقى عندنا اللي هي 6 اقسمها على كام؟ على 3. وبالتالي هنا ممكن اختصر بكل سهولة ان انا اقدر اختصر الثلاث مع الستة في 2، وعندنا 4 × 2 ب16 × 2 يعطيني 32، وبالتالي يبقى المساحة اللي عندنا 32 باي. والله لو هو ما طلب مني ان انا اعملها له علامة عشرية ولا حاجة ممكن اخليها له زي ما هي كده 32 باي، او احولها ارقام عشرية باستخدام الالة الحاسب. هذا بالنسبة مين؟ بالنسبة لسؤال. نيجي لسؤال اخير بيقول لي اوجد طول القوس. هنا أوجد طول القوس لابد من معرفة القاعدة الخاصة باستخدام لنا كيف أوجد طول القوس، وبالتالي لابد أن أنا أعرف طول القوس عبارة عن مين، أو الكرينجس عبارة عن مين، عبارة عن الأرض ضرب الثيتا. ولكن نخلي بالنا هنا أن الثيتا هنا تبقى لازم بالقياس الريديان، القياس الريديان. طب هنا في السؤال مدينا الزاوية عندنا اللي الثيتا عطانا بالقياس الديجري أو الدرجات، يبقى لازم أحولها إلى مين؟ إلى ريديان. طب كيف أحولها الريديان؟ بضرب الزاوية اللي عندي في باي على 180، وبالتالي الثيتا بيساوي 135، أضربها في باي على 180 أحصلها كام؟ أحصل النتيجة عندي 3 باي على 4، وده يبقى النتيجة باستخدام مين؟ الريديان.
طب ايه بقى اذا اعوض بقى عندنا؟ عندي اصبحت الثيتا بالريديان عباره عن 3 باي على 4، وعندنا الار هو نصف قطر الدائره اللي هو كام؟ عندنا 12، وبالتالي طول القوس بيساوي كام؟ ار ثيتا يساوي 12 ضرب 3 باي على 4. طبعا بالاله حاسبه سهله جدا ان انا احصلها كام؟ 9 باي. عايز تحولها على متى 20؟ ما فيش اي مشاكل، حولها على متى 20. ايضا القانون بدل ما اعمل كل داتي اقدر احفظه في صيغه ثانيه، ان انا عندي طول القوس عباره عن ار ثيتا، ممكن احفظها ازاي؟ اقول له باي على 180 ار ثيتا، بحيث ان انا في الحاله دي الثيتا لو اعطاهاني باستخدام مين؟ طبعا باستخدام هنا الجزء الاول، لو انا استخدمت اللي هو اعطيني الار بالثيتا سوري الثيتا عن طريق الريديان اللي هي بالريديان، اما القاعده الثانيه برضه نفس الكلام، لو اعطيني هنا الثيتا اعطاهاني ديجري وعايز احولها الريديان هيعطينا، يبقى اذا الثيتا هنا في الحاله دي هتبقى الثيتا هتبقى بالديجري هنا، لانها تبقى هنا مثلا اضربها في 135 على طول مباشره. يبقى في الحاله دي نخلي بالنا ان انا عندي الثيتا ريديان في الحاله الاولى، اما في الحاله الثانيه لابد ان الثيتا تكون ايه؟ لابد ان يكون الثيتا ايه عن طريق مين؟ الديجري. اي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للقواعد اللي انت ممكن تشتغل عليها وتحل بيها المسائل بتاعتك عليه خلاص. ممكن يطلب مني كمان مساحه القطاع الدائري. مساحه القطاع الدائري طبعا ان شاء الله هنتكلم عنها في حلقه قادمه ان شاء الله باذن الله. طبعا كده احنا رجعنا جزء مهم جدا من امتحان الامسات، فان شاء الله انتظرونا للحلقات القادمه باذن الله، هنراجع اجزاء اخرى وتمارين اخرى متنوعه عشان ان شاء الله تكون من الاوائل باذن الله. شكرا لكم ولحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.